فهي بيع التقسيط الذي كان يسمى في فقهنا الإسلامي قبل أن يسمى بهذا الاسم البيع إلى أجل. بيع التقسيط أن يبيع الإنسان سلعة إلى آخر بسعر معين لكنه مؤجل، لكنه مؤجل بمعنى أنه لا يقبض الثمن كاملا في الحال، وإنما يقبض جزءا منه أو يقبض جزءا منه الآن، وبعد حين آخر جزءا منه، وبعد حين ثالث جزءا ثالثا، وهكذا. فبعض الناس تختلط عليهم الأمور فيظنون أن هذا البيع حرام، وبعض طلبة العلم أيضا ممن لم يتمكنوا في العلم الشرعي يفتون الناس بأن هذا البيع حرام، وهذا الكلام لا أصل له من الصحة. فبيع التقسيط أو كما قلنا يسميه فقهاؤنا الأولون البيع إلى أجل مؤخرا يعني مؤجلا لا حرج فيه على الإطلاق، سواء أكان البيع بالثمن المعهود أو بثمن أزيد، سواء أكان البيع بالثمن المعهود أو بثمن أزيد. الآن هذا تأصيل المسألة، تفصيلها وشرحها أكثر. جئت لأشتري هذه الكأس، كأس الماء، فقال لي ثمنها بمئة الآن. قلت أتبيعها مقسطة مؤجلة؟ سألته أو هو قال لي بعد ذلك ما لا بأس يعني، قال لي نعم أبيعها مؤجلة بمئة وعشرين، أو سألته فأجابني أيضا. فهذا الأمر لا حرج فيه. من أين يدخل على الناس الشبهة في حرمتها؟ يقيسونها على الربا. القياس هذا كما يسميه الفقهاء قياس فاسد. الربا ما هو؟ قرض. أنا أعطيك شيئا لوجه الله. القرض ما هو؟ نوع من المساعدة، أنا أساعدك، أنت الآن محتاج إلى مال فأساعدك بهذا المال لتقضي حاجتك ثم ترده إلي، فأنا أساعدك ولكن أستفيد. فما هذه المساعدة إذن؟ هذه ليست مساعدة، لذلك حرمها الإسلام الذي نسميه الفائدة. وقلت مرارا لا ينبغي تسميتها بالفائدة، هي ربا، ربا، فلنسمي الأشياء بمسمياتها. أما الآن أنا أبيع، الآن منذ أن أبيع، لما أبيعك إياها بمئة حالا يعني هلا ما هو مؤجل، هل أنا أربح أم أخسر؟ أربح. إذا في الأصل الأمر معتمد على الربح، أما القرض فمعتمد على المودة والمساعدة لوجه الله بلا ربح، بلا ربح. فلا يدخلن الشيطان على الإنسان ليقول له نعم ويصح ولا يصح، الأمر مختلف كليا بالمطلق. ذاك في الأصل بيع، هذا الذي نتكلم عنه، أما ذاك فهو في الأصل قرض مساعدة، فكيف أساعد وأطلب الزيادة على مساعدتي أو أطلب الربح؟ أنا أطلب الربح ممن يعطي الربح الحقيقي من الله تعالى، لماذا أطلبك أصلا؟ أنا أطلب الأجر من الله تعالى بهذا القرض، أما البيع فأنا أطلب الربح المعتاد. الآن قال لي لكن ثمنها مئة. نعم. ألم يؤجلك؟ نعم أجلني. أليس الأجل الزمن ثمنه مالا؟ قال كيف هذا؟ أنت سأل نفسك، وكل إنسان الآن في زماننا صار يدرك مثل هذا. الآن هذه ثمنها مئة، بعد شهرين المئة مئة؟ أنت أجل، المئة مئة تصبح سبعين زمنها الحقيقي بسبب انخفاض العملة وتغير الأشياء، قد يخسر هو، أنت الذي قد تربح. فلذلك هذا الكلام ما أدري لماذا يثيرونه كل حين ويقولون هذا حرام، لا ليس حراما ولا شيء. بالمقابل لست مضطرا للشراء منه، هذا أمر يرجع إليه. بعض الناس أيضا يشتبه عليهم لعلهم سمعوا أو قرأوا حديثا نبويا ففسروه بشكل خاطئ. هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة. قال شرح هذا، نهى
عن بيعتين في بيعة. شرح هذا تفصيله، لو أنني قلت لك هذه ثمنها 100، لا بيّنت لك لا حالا ولا أجلا، لا بالتقسيط ولا الله، 100، فقلت اشتريت ولم أبين أنا أيضا المشتري لا حالا ولا أجلا، فجئت بعد حين فقال أين 100، أو قال أعطني 100، قلت لك أنا اشتريتها مؤجلا، قال لم تبين لي وأنت لم تبين لي، هذا بيعتان في بيعة، فهذا يؤدي إلى الخصام، وكل ما يؤدي إلى الخصام نهى عنه الشرع. كل ما يتوقع منه شر، مجادلة بين البائع بين المشتري، نهى عنه الإسلام. أما إذا بينت لك السلعة بكذا حالا ثم قلت كذا مؤجلا مقسطا فلا بأس ولا حرج، وليس في هذا أي شيء. الآن لن تطب نفسك وأكد لك أن تشتري لا تشتري. الآن نفس السلعة الحالة ألا تذهب إلى بائع فتجدها عنده بعشر، تذهب إلى الثاني فتجدها بأحد عشر، قال أجد هذا. هذا الإنسان نفسه لو أن البائع صاحب الكأس الذي سيبيعها حالا بعشر جئت إليه فقال لي أحد عشر، أهو آثم؟ أيضا بعض الناس تلتبس عليه، فرغم هو نفس السلعة عند البياع الثاني موجودة بعشرة، هو ده يبيعها ب11، هو آثم؟ لا. كثير من الناس تلتبس عليه، يقول لك أعوذ بالله بيأكل، ما بيأكل حرام يا أخي الكريم، ولا تتعجل في الإطلاق، ولا يطلب منك أن تفتي، وأكد لا تريد أن تشتري لا تشتري، يطلب منك أن تكون واعيا في كل شيء، فتسأل عن حاجاتك، من تجده أيسر لك فاشتري منه. قال هو يستغل، بماذا يستغل؟ دائما يقولون هو ماذا يستغل؟ بمعنى أهو يقول لك هذه صنعت في ما أدري في أمريكا وهي صنعت في سوريا؟ قال لا، هو الرجل يقول لي هذه صناعة سورية. طيب هو يقول لي إن هذه ضد الكسر، فتبين أنها ليست ضد الكسر، لا يغشني، هو قال لي هذه تكسر، هذه صنع سوريا، هذه كذا، هذه كله مواصفات، يعني واضح؟ واضح. أنا عندي 11، لماذا هكذا أريد أن أبيع؟ ليس آثم. متى يأثم؟ في حالة واحدة، إن كانت هذه السلعة لا يوجد منها إلا عنده وهي من حاجيات الناس الأساسية، ماذا يسمى هذا العمل الآن؟ احتكار. ففرقوا بالله عليكم، كثير من الإخوة يخلط ويلبس على نفسه وعلى الناس بأحكام الدين، ولا يفقه ولا يميز بين دقة الأحكام. الآن هو يريد، نعم هو يريد أن يبيع، الآن هو يغلي على الناس أسعارهم، إن كان يتعمد هذا فهو آثم بينه وبين الله. إذا فعلا قصده يغلي على الناس يرفع الأسعار عشان يساوي تضخم، يعني كما نسميه بتعابيرنا الاقتصادية العصرية، فهو آثم أمام الله. لكن هو لا يغش، لا يخادع، فلذلك لا يأثم في هذا الظاهر، أما في نيته فتلك مسؤوليته كما قلت، آثم عند ربي لأنه يريد أن يغلي، هذا أمر آخر. فهذا تفصيل واضح لمسألة البيع بالتقسيط.